كيف حالكم؟ أوه، توم نائم. ما رأيكم أن نمازحه قليلا؟ يا إلهي يا إلهي، ما هذا؟ لابد أنه كابوس مزعج. سوف أعود إلى نومي الآن. فريق حلمنا التطوعي في ريف حماة الشمالي، قمنا اليوم بإنشاء حفل تكريم لأبناء الشهداء، وتم توزيع عدد من الهدايا على الأطفال في نهاية الحفل. طبعا هذا أول فعالية تتم في ريف حماة الشمالي، كونه قديما كان في قصف وكان في تهجير للسكان، والحمد لله هلق الأمور ممتازة والأمان موجود، وتم إنشاء هذا الحفل لأول مرة في ريف حماة الشمالي.